Now to set the right motion for our conference, I would like to invite my dear friend Mohammed Mossad Abdel Aziz Mohammed to have the invocation. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب، ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته إِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Thank you very much, and I pass the floor to the chair of the first panel.